أزول فلون خوتنا الجيري بارتو وفوزات دو لو موند. الموضوع اليوم غادي نتكلم فيه كان أخ كان قال لي من فضلك شوف شغال هذا تبون على المناضلة مجاهدة فدائية جميلة بوحيرت، قال على أساس أنها اللي عملوا لها القيمة هذيك المصريين، يعني عن طريق الفيلم. هو يعني il veut dire que son histoire ce n'est qu'un film. Un film qui a été fait par les Égyptiens. اولا الفيلم نفسه اللي اقيم على جميلة بحيرة لانها انسانة مقاومة، انسانة شجاعة. اقيم هذاك الفيلم على اساس انها مجاهدة، مجاهدة بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. حتى عملت ما لم يعمله حتى المصريين نفسهم في ثوراتهم ولا في نضالهم، ما عملوش. Ils étaient fiers d'elle. Ils étaient fiers d'elle parce que c'est une femme courageuse. Monsieur Tebboun, il faut savoir que son courage dépasse ton imagination. Son courage. Une dame qui a été condamnée à mort 5 fois dans 5 jours. Dans un jour. Dans une journée, elle a été condamnée 5 fois. Ça veut dire quoi? C'est une femme qui n'a pas peur de rien. Parce qu'elle avait des principes. Qu'elle a des mabda anha tharrar al-jazair. Mar'a li ya'taraf laha السلاطين، يعترف لها الملوك اللي كان ليهم الشرف انهم يزون توشي سا مان، اللي صافحوها لانها رمز، رمز، رمز الجزائري الحر، رمز الجزائر، المرأة الجزائرية مكافحة مناضلة قوية الواقفة. هذا هو لماذا المصريين يفتخروا بها. لكن قبل كل شيء يفتخر بها الشعب الجزائري، يفتخر بها الجزائريين من العائلة الثورية، من الشعب الجزائري، لأنها كانت ابنة الشعب، كانت ابنة الشعب وكانت تناضل من أجله وهي في عز شبابها. أتعلم يا تفون يا مزور يا خبيث يا لعين ان جميلة كمرأة كبنت ابتدت الثورة وهي في سن 17 سنة 1954 كان عندها 17 سنة. انت من تدعي انك تحكم الجزائر وتدعي ان الشعب انتخبك ولا ما ينتخبك والنسبة كانت 4%، فهذا انتقام منك انك لا تنتمي لهذاك الشعب، لا يعترف بك الشعب، تريد الاعتراف بالقوة، بقوة شنقريحة، بقوة نزار، بقوة توفيق، بقوة مجاهد، بقوة السفاح الجن، تريد ارساء هذه المصداقية، انها مصداقية مزورة. ليست مصداقية مبنية على الحق، مبنية على العدل، مبنية على الوطنية، مبنية على الشجاعة، مبنية على تقويم الشعب. لا، أنتم نذالة في نذالة. تعرف لماذا كانت يعترف بها الجميع، الملوك الذين يعني كانت لهم، كان لهم الشرف أنهم يلمسوا إيدها، وأنت لست التراب الذي يقع من قزمتها كما يقول لك المصريين، من الصباط اللي يطيح، التراب اللي يطيح من تراب، من كرعها، من صباطها، ما تلحقوش لا أنت، لا شنقريحة، لا نزار، لا توفيق، لا أي في حد فيكم، لأنكم النذالة، والحركة هما أنتم. نزار حركي، انت حركي، انت حركي،
à ton âge, اللي ما كانت هي تجاهد كمرأة وكبنت وكانت فدائية تحمل القنابل، انت ماذا كنت تفعل؟ وين كنت؟ كنت ولد رصاص في مشرية؟ كنت ولد رصاص في مشرية باسكو فيزونيتي با انو تقدرش توقف معاه، تقدرش توقف معاه وتقول انت راجل. الرجالة اللي كافحوا على ذيك البلاد داو منها والو، داو منها والو. تعرف علاه؟ علاه طلعوا حتى ولادهم في السن 17 سنة و 16 سنة. بغي تعرف؟ الوالد كان ذاك القيس كان عنده المرأة الأولى، يعني ما كانش تولد، ما كانش تخلف، وبعد موتها يعني اضطر انه يتزوج مع الوالدة. لكن قبل ذلك كان ربى ثلاث أولاد، كان فيهم واحد 12 وكان فيهم 9 وكان فيهم 16 سنة. 16 سنة اسمه الحقيقي كان نجار، طلعوا الوالد يجاهد في سن 16 سنة. تعرف الرجال اجتادوا، مشي غادي يطلعوا هما ولا يكافحوا على ذيك البلاد، ما يطلعوا حتى اللي رباه، كان ابنه كان مربيه لكن مثل ابنه يموت عليه، لكن طلعوا باش يكون راجل. انت اش زادت في حياتك؟ نقارنوا مقارنة. جميلة كبنت، وانت يعني نقولوا ولد من غير ذكر، ولد من غير ذكر. جميلة طلعت على لاش دو 17 1954، كان عندها 17 سنة لأنها من مواليد 1937، كان عندها 17 سنة، وأنت مولود 1945، يعني المفروض أنت راجل حتى لو كان عندك 12 سنة أو 13 سنة. قطعوها أنها ولد حرام في الجهات الأخرى، لكن راه عندي باك أب، راه عندي الباك أب في اليوتيوب ممكن تشوفوا هنا حتى نعرفوا يعني هاد الناس كومون يل بونس. خبثاء ما لهمش في الجهاد ولا في حتى في الرجولة، لأن الشجاعة ما تعطاش لنيمبورت كي، ما تعطاش النزار، ما تعطاش الفرخ تاع توفيق، ما تعطاش المجاهد هذا الحركي ولد الحركي، ما تعطاش نزار حركي ولد حركي. لكن ربي حطها في امرأة، وهما ما يبغوش الناس تكون مجاهدة، ما يبغوش الناس تكون لهم هذاك الحماس ولهم هذاك الثورية ولهم هذاك القيمة اللي ربانية عطاها لهم ربي، قيمة ربانية عطاها لهم ربي. هما جاهدوا في وجه الله، ما كانوش يعرفوا باللي تكون عندهم قيمة. اللي مات ولقى لحده مات فيها ان شاء الله في الجنة يرزق، لكن اللي بقى حي بقى راجل، بورقعة بقى راجل، باسكو سيتان ميليتون، انسان مجاهد. هذو ما هوش مجاهدين، هذو اللي ما هوش مجاهدين دائما يتنكروا للمجاهدين، ما يبغوش يشوفوا فيهم باسكو ما داروش، انهم با اوزي فيغ سو كيل فون اللي داروا هذوك المجاهدين، انهم جاهدوا وثاروا ضد الاستعمار وانهم حاولوا يحققوا اشياء للجزائري، لكن الله غالب دخلوا عن طريق الطنق هذو. الوغ بوغ ان سافوار هذا الناس يعني اللي ما ظلموا الجزائريين، بوغ تو دير ظلموا الجزائريين. إذا كان الثورة فهذو ما مش ثوار، اللي هما هذا توفيق وهذو نزار وهذو جماعتهم عمرهم ما داروا الثورة، إنو جامي في لاكيخ، ما يحسوش بالشعب، ما يحسوش بالشعب، لأنه هذيك الثورة أصلها منبعها من الشعب، لأنه نزال عماري هذا بالخير، هذو اللي كانوا موجودين كلهم كانوا غزا قنايزية، هذو كانوا كلهم عساكر فرنسا، ما يقدروش يحبوا المجاهدين ولا الشهداء، ما يقدروش يحبوهم، ما يقدروش
يكونوا مع الشعب، يكونوا مع نفوسهم ونفوسهم كعسكريين اللي كانوا خاينين الوطن في الخمسينات وخانوا الوطن بعد الستينات. أنا مش القوة والجرأة إنهم يكونوا رجال. جميلة بحيرت ربي يرزقها بالشفاء إذا كانت مريضة، لكن المصريين عملوا لها فين، عملوا لها فين، وهي ليست ابنة مصر، ليست ابنة مصر، سي با لا في ليجيبت، لكن خلدوها، خلدوها لشجاعتها. انت ناكرة التاريخ يا تبون وجماعتك ومون عساكر اللي معك، انتم ناكرة، ناكرة التاريخ. التاريخ ما يذكركمش، يذكركم انكم وسخ قذارة. لشجاعتها تعملها فين وانتم لم تعملوا فين، وانتم ما درتو لهاش فين، باسكو علاه؟ لان شجاع احسن منكم. Elle a été fidèle à ça, sa patrie. Elle a combattu pour la patrie. Elle a aimé la patrie. Elle est nationaliste, alors que vous ne êtes pas. Le film تاع عربي بن مهيدي. علاه ما درتوش؟ وعلاه ما خرجتوش؟ تعرفوا علاه؟ باسكو ما كومش صناع الثورة. ما تبغوش بعض الحقائق تظهر. أنكم خبثاء. ما درتوش فين على زيروت يوسف، على عميروش، ما درتوش فين تاع الامير عبد القادر، لانكم لا تنتمون للثوره وتريدون دائما اخفاء بعض الحقائق حتى لا تزعل، حتى ما يعني يقولوا احنا ما تخوفوش، ماشي ما تخوفوش، ما انتم ما عندكمش الرجله باش تخوفوا كيما نقولوا حنايا، ما تحسوش فرنسا بالله ضيقوا عليها بلي فيلم الجيريا، يعني خونة، خونة، وانكم تستروا جرائم فرنسا، وانت خبيث، ما انت الا تابع لفرنسا، لن تكون جزائريا حتى لو بقيت 1000 سنة كرئيس، لن تكون جزائريا، واسمك سيمحى من التاريخ، وتظهر انت والخبثة من الجيرانات أنك خائن، خائن للوطن وخائن لحقائق ثورية، وتريد الكذب حتى على من حرر البلاد. هما حروا البلاد، بورقعة جميلة وخيرهم 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 وخيرهم، هما حروا البلاد، وانت تريد تزييف التاريخ، تزييف التاريخ حتى تبني لنفسك تاريخ. لكن تبني التاريخ امتى؟ سنة 2022 يبدأ تاريخك، تاريخ الزائف، تاريخك الكاذب، تاريخك المنافق، تاريخك الناهب، تاريخك السراق، تاريخك القاتل، تاريخك اللي سجن أبناء الشعب الجزائري، أبناء الاستقلال سجنتهم انت. الله، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولوا تحيا الجزائر. ما قاله الشهداء، ما قاله المجاهدين، انت دخلتهم للسجن. هما يقولوا تحيا الجزائر، انت دخلتهم للسجن. هما يقولوا ان فيه ناس حركة في العساكر، انت تقول لا، دخلتهم للسجن. فماذا يعني ذلك؟ انك حركي وانك لقادر، قادر، قادر، وستبقى قادر. ولا تمدوا بصلة للعائلة الثورية، ولا تنتمي للعائلة الثورية، وليس لك في تاريخك وتاريخ أهلك من مجاهد أو ثائر أو ثوري أو قام بثورة تاع زعاتشة ولا نيمبورت كي، ولا حاجة غير أنك خبيث، ابن خبيث، وحطوك الخباث كيفك، وجيبها من وقت بومدين وطلع. كلكم قذارة، كلكم قذارة، ولا تنتمون هذاك الشعب.
لذا تريد تزور التاريخ ولا تذكر التاريخ ولا حتى تقيم للتاريخ شاهد كأفلام. لذا لن تكونوا من أبناء الجزائر، ولستم أبناء الجزائر، ولستم بالوطنية، ليس لكم صلة بالوطنية أصلا. ماذا تريد قول جميلة؟ جميلة بنت فارض ضد النظام الحاكم الفرنسي الاستعماري، أنت لم تقم بشيء، ممكن كنت ولد الرصاص. نتمنوا يجيبوا لنا تاريخك في وقت الاستعمار، لأنك إذا كنت طفل حتى لو كان عندك 15 سنة ولا 14 سنة ما كنتش راجل، لأن لو نقارنوا سن البنت 17 سنة وطفل عنده 14 سنة يعني هو قو كما نقول احنا الرجال قوامون على النساء، لكن هنا جميلة كانت قوامة عليك، ربي أعطاها القوة، الرجال أعطاها قوة الرجال، ومش راجل واحد، أعطاها قوة 1000 واحد أنها تتحدى جيش فرنسي. فأنت تقول عنها أن كان لهم الشرف جمال عبد الناصر أنه يلمس إيدها، كان له الشرف حتى هو ويده وسخة، لكن بلمس إيد جميلة يريد حتى مصر تعترف به، لأنه صافح أيد جميلة بس تعرف حاجة هذه بلك التام تخش في مخك. بجمال عبد الناصر بغى يصنع سمعة لنفسه أنه صافح جميلة. جميلة ما لهاش الشرف أنها تلمس إيدك أنت، ولا تلمس إيد توفيق، ولا تلمس إيد نصار، وهذا تعرفه يعرفه الجزائريين. فلذا يعني عرفوا قيمتكم، عرفوا قيمتكم أنكم وسخ وسخ، ويجي نهاركم إن شاء الله. هذا سكو جو فولي دير أبروبو جميلة. ربي يحفظك ويسترك جميلة، والتاريخ لا ينساك، التاريخ لا ينساك جميلة، لكن ينسى الأمثال ما عندنا من دروبيا. مرسي.